زي ما بنحكي عشان نبلش على نور بدنا انت من انتم وايش هو الدي جي غير الناس الفكره البسيطه اللي بتعرفها عنه؟ انا سمع عبد الهادي، بلعب دي جيينج صار لي تقريبا فوق 10 سنين. انا بعمل دي جيينج في نوع موسيقى معينه، بكون انا محضره مثل شو معين ينعرض في هذا اليوم، والناس تيجي بتحضر هذا العرض بطريقته. هو اكثر موسيقى الكترونيه من ما هو مزج اغاني معروفه، بتكون اغاني عاده الناس مش عارفتها. ما بدي أسألك كيف أنت كبنت وصلتي فلسطينية، كل هاي الصعوبات اللي كتير نحكى عنها وكتير بنات عملوا إشي غير مألوف كفلسطينيات، بس قديش كان صعب أو قدي كمان كان حلو إنه نجذب جمهور أجنبي لحتى يسمع الموسيقى اللي بتعمليها تحت اسم عربي، اللي هم بجوز يكونوا عندهم خبرة أكتر في هذا المجال أو مبلشينها من كتير قبل؟ هذا إشي أصلاً أنا هلأ بالنسبة إلي كتير مهم في اللي عم بعمله، لأنه بلشت ألاحظه متأخر إنه الجمهور أصلاً اللي بسمع هاي الموسيقى لا هو سياسي ولا هو يساري ولا أصلاً إله في إيش عم بصير في العالم. فكتير ناس أصلاً بتيجي بتسألني إيش هي فلسطين أو وين هاي البلد اللي أنت منها، فهذا بجيب conversations لطيفة ممكن تعرفي ناس أكتر على البلد. هو كان مهرجان أصلاً فلسطيني عم بصير بفرنسا، فكلنا إحنا كموسيقيين كنا فلسطينيين. يعني كان في بالعرض بالذات إنه كان في العرض الفورت سيفن سول وبشار خليفة وأسامي يعني كبيرة في مجال الباندز والموسيقى العربية، فأنا كنت شوي خايفة إنه الناس اللي حتيجي هم أكتر ناس داعمة موسيقى عربية وموسيقى الإلكترونية مش كتير حيكونوا متفقين معها، بس ضلوا. أنا توقعت إنه لأنه كانت الغرفة فل 800-900 واحد، فأنا قلت هلأ أنا اللي هروح الناس على البيت. ما روح الناس على البيت، وهذا كان يعني من أقوى يعني أقوى شعور يعني صار بفترة طويلة. يعني امتى بلشتي او فكرتي اتخذتي القرار انه انا رح امشي في هاي الطريق وكمان رح اروح ادرس هذا الاشي برا وابني مهاراتي في هذا العالم؟ يعني هو اني اتخصص فيه، يعني هو بدايته كان مني اتخصص فيه، هو ابوي اللي اقترح علي اني اتخصص هندسه صوت وموسيقى، فاظن دعمه لإلي في هذا الموضوع ما خلاني احس انه هو غريب، لانه برضه بالجامعه انا كنت البنت الوحيده بعشرين شاب، وكان في كومبيتيشن عالي برضو عشان هيك. بجوز أنا وكتير غيري من الناس شايفين إنه أنت وصلت لمحل كتير حلو كفلسطينية، مثلتي فلسطين في العالم، عملتي لعبتي وين ما أنت بتحبي، وين ما في كمان شخصيات عالمية كانت بنفس المستوى. اليوم إحنا عم نعمل معك مقابلة وإحنا فخورين فيكي، بس أنت شو شايفة، كيف بتقيمي اللي وصلتي له ولوين شايفة إنه ممكن توصلي أكتر؟ أول شيء شكراً على الكلام، يعني أنا يعني هذا بالنسبة لي بيعني كتير، لأنه أنا برضو بالنسبة لي لساتني بحس حالي لساتني في أول الطريق برضو، يمكن شوية طلعت من هون بس بالنسبة لهناك أنا لسه في الأول، فبضلني شايفة لسه في مشوار لسه لأوصل وين ما بدي. وأظن يعني كل ما بضلني أشتغل في هذا المشوار حيضل في مشاوير زيادة تزيد، وهذا لطيف عشان مش راح أزهق ولا عمري راح أوصل، فحيضل في مومنتوم في الحياة. عرفنا شوي على جانب من حياتك وكتير مبسوطين في هذا اللقاء. وهيك بنرجع لاستديوهاتنا في دنيا يا دنيا، كنت معاكم من مدينة رام الله منار الطل.